اليوم عم نحاول من خلال هالفعالية انه ندخل او ندخل الفرحة بقلوب الناس. الناس تعبت هالفترة كلها من الأزمة بهالبلد الحبيب اللي صار رغم ظروف كل يعني قاهرة صارت فوقنا. بعتقد الناس بحاجة لأنه تفرح، وأجمل أجمل وقت للفرح هو أنه نتذكر بأيام الميلاد هذا الفرح الذي أعلن من السماء للأرض أنه الله بده يانا نفرح. ميلاد مجيد ينعاد علينا وعلى بلدنا وعلى قائدنا الغالي وعلى أحبتنا الصغار ينبسطوا بهالعيد بهالدنيا بهالأمان، وكتر خير الله عليهم كلهم، ونشكر رب وكل عام انتم بخير كمان لقلبوا انتم ولكل الأحبة ولهالبلد الحلوة. كل عام وهنا بخير وإن شاء الله بديم عليهم الصحة والعافية يا رب، وكل عام وكل سوريا بخير. طعمته بخير وينعاد على الجميع بالصحة والسلامة إن شاء الله يا رب. ميري كريسمس. الله كل عام وانتم بخير، ونحن هلا بمناسبه عيد ميلاد المجيد مشاركين ببازار، منزلين شغله جديده بالنسبه لسوريا على مستوى سوريا كلها، منزلين كنافه على الفحم جديده وليد الحمد لله بفضل رب العالمين. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وفي اقبال حتى من الناس وكثير مسرورين من الموضوع هذا. اجينا لنشوف البازار انا ورفقاتي، كثير تعبانين عليه، الشغل كثير حلو، وكل عام وانتم بخير وسنه خير على الجميع. كل سنة وانتم سالمين، إن شاء الله ينعاد عليكم بالخير. نحن دائرة خدمة الشباب السريانية، عم نقدم مثل ما شايفين فول، غزلة، عنا شوندر سكري، درة مشوية، هيك أكلات هي الشعبية، أكلات الشباب اللي مثلا بينزلوا بيحبوا هيك يغيروا شكل فيها. نحن حبينا اليوم تكون معنا موجودة بالكريسمس ماركت لنجمع هالشبيبة هون يتسلوا فيها لهي الأكلات. إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وسنة خير تنعاد على الجميع بألف صحة وسلامة إلهي. ميري كريسمس.